السلام عليكم يا احلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله. مسلسلنا النهاردة عن مجموعة من الاصحاب فجأة بيكتشفوا ان عندهم قوة خارقة، بس لما بيكتشفوا قوتهم دي بيكتشفوا معاها اسرار كبيرة جدا عن اهليهم ما كانوش يتوقعوها ابدا. تعالوا نشوف مع بعض ايه حكاية قواهم الخارقة دي وهيستخدموها ازاي في كشف الحقيقة. بتبدأ حكايتنا مع بنت اسمها ديستيني، كانت راكبة اوتوبيس بتهرب من بيتها وبتنتقل لمدينة تانية. ولما بتنزل من الاوتوبيس اول حاجة بتعملها بتدور على فندق تبات فيه الليلة، بس محدش بيساعدها. ساعتها بتروح تتصل من تليفون عمومي على رقم حد من اهلها، ولما امها بترد عليها بتترجاها انها ترجع، وكان في صوت طفلة رضيعة بتبكي. ديستيني مش بتقدر تستحمل الصوت وبتبكي وبتقفل التليفون من غير ما تقول ولا كلمة. فجأة وهي ماشية في الشارع بتلاقي اتنين بيقربوا منها وبيكلموها وكانوا عاوزين ياخدوها بالعافية، بس هي بتهرب منهم. ومن حظها ان بتظهر عربية في اللحظة دي كانت هتخبطها وهي بتهرب، وبينزل منها اتنين بيساعدوها وبيقنعوها انها تروح معاهم علشان ما تفضلش في الشارع وحدها وتتعرض لخطر تاني. ولما بتيجي تركب العربية بتلاقيها مليانة بشباب وبنات زيها من نفس سنها. ساعتها ديستيني بتحس بالخطر وانهم طايفة من نوع خاص وممكن يكونوا بياخدوا الشباب ويضحوا بيهم، بس واحدة من اللي انقذوها بتطمنها وبتقول لها تروح معاهم تبات ولو ما عجبهاش الوضع تقدر تمشي في اي وقت. بالفعل ديستيني بتوافق وتروح معاهم. بعد 6 شهور بنتعرف على اليكس، شاب عنده 17 سنة، ابن وحيد وملوش اخوات، وبرغم ان اهله اغنياء جدا وعايشين في قصر ملوش حل، الا ان علاقته بابوه وامه كانت غريبة ومنطوي عنهم. بنعرف السبب حاجة حصلت من سنتين فاتوا، من وقتها وهو في حالة عزلة عن العالم كله. وفي اليوم ده امه وابوه بيحاولوا انهم يقنعوه يرجع يعيش حياته تاني زي الاول، خصوصا انه دخل الجامعه ولازم يتعرف على اصدقاء تانيين، بس اليكس مش بيهتم بكلامهم وبيمشي. وبننتقل بعدها لصديقة طفولته نيكو اللي كانت بتستعد علشان تروح الجامعه هي كمان، وبتروح اوضه اختها ايمي اللي ماتت من سنتين وبتاخد من لبسها. ساعه امها تينا بتشوفها في كاميرا المراقبه لان بيتهم حديث جدا وفي نظام مراقبه وكاميرات في كل مكان. تينا بتجري على اوضه ايمي علشان تشوف نيكي دخلها ليه، وبتزعلها علشان تخرج والمفروض ما تدخلش هنا اصلا. نيكي بتزعل وهي خارجه بتوقع جائزه فريق لاكروس بتاعه اختها وبتتكسر، وتينا بتتضايق اكتر. في الوقت اللي كان تشيس بطل فريق اللاكروس في جامعه هارفارد بيفطر مع ابوه وهو مرعوب منه، وبنعرف ان ابوه ده مش شخص عادي، ده اشهر وافضل مخترع في السنين اللي فاتت وله شركه كبيره واختراعات كتيره. تشيس كان مرعوب من ابوه لانه عارف انه جايب درجه وحشه في امتحان الاسباني، وتشيس بياكد له انه هيذاكر اكتر ويجيب احسن، ما هو شايف انه علشان مخترع واحد من اهم الناس في الساحه العلميه ما ينفعش ابنه يكون شاب عادي. كارولينا بقى بطلتنا الرابعه كانت مع امها وابوها، وفي اجتماع للطائفه بتاعتهم اللي هي اصلا اخذوا ديستيني في اول مشهد، كارولينا كانت عاوزه اذن والدتها علشان تروح الحفله، بس امها بترفض لان عندهم مؤتمر بالليل والصحافه هتكون موجوده ولازم كارولينا تكون معاها. ساعتها كارولينا بتتضايق لانها عاوزه تعيش حياتها زي زمايلها، بما انها من صغرها وهي ما بتخرجش من دايره امها وشغلها. وبنتعرف بعدها على مولي وجيرت، بنتين اخوات امهم وابوهم بيوصلوهم الجامعه وبيمشوا. كانوا الستة دول اصدقاء طفولة وعمرهم ما تفرقوا لغاية ما حصل موت ايمي المفاجئ وتفرقوا عن بعض. واليكس لما بيشوفهم من بعيد في الجامعة وبيشوف صورة قديمة ليهم في تليفونه بيقرر ان يرجع المية لمجاريها، وبيتصل بامه يعرفها انه يعزم اصحابه النهاردة في البيت علشان تحضر لهم عشاء. ساعتها مامته وباباه بيفرحوا جدا، بس كانوا مشغولين بالتحضير لاجتماع خاص بيهم. وبنلاقيهم دخلوا سرداب سري تحت البيت وفي عبايات حمراء وشكلها غريب. هنا بنعرف انهم ناس مش عاديين وفي سر كبير وراهم. في الوقت اللي كانت والدك كارولينا في اوضه سريه هي كمان، وفي الاوضه دي كان في واحد شكله غريب قوي نايم متوصل بجهاز تنفس غريب. معقول يكون الناس دول مش بشر اصلا؟ يلا نكمل وهنفهم ايه الحكايه. بنرجع لابطال قصتنا، كانت جيرت بتحاول تعمل نادي خاص بيها وتجمع اصدقاء جداد بس محدش كان مهتم. واليكس بيطلب منهم واحد واحد انهم يجوا بيته النهارده ويتجمعوا زي زمان، ودي كانت اول مره يتكلموا من زمان، بس محدش بيوافق وكلهم بيمشوا كل واحد في ناحيه مع اصحابه الجداد. ومولي كانت بتعمل اختبارات القبول في فريق المشجعين، لما بتحس بالالم فجاه وبتروح على الممرضه علشان تدي لها مسكنات تشوف ايه المشكله اللي بتعاني منها. في الوقت اللي جيرت بتتفق مع تشايس انها تعلمه اسباني بعد ما شافته بيتخانق مع الاستاذ بتاعه علشان مش راضي يعيد له الاختبار ويرقب بيه شويه ويعدل له درجاته، وما كانش يقدر انه يطلب من ابوه يجيب له مدرس خصوصي. وكارولينا برغم انها من عيله كبيره وليها وضعها لان كل زمايلها بيتنمروا عليها، ولما بتنشر صوره ليها فرحانه باول يوم جامعه بتلاقي زمايلها عدلوها وبيتريقوا عليها، فبتروح تقفل على نفسها وبتعيط. في نفس الوقت اللي نيكي كانت رايحه تعيط كمان في الحمام والاتنين بيعملوا مش واخدين بالهم. ولما بنرجع لمولي كانت في مكتب الممرضه،
أخدت مسكن ومستنية مفعوله يشتغل، وفجأة بتحس بألم شديد جدا وعينيها بتتوهج زي النار، وبتمسك بالكرسي الحديد بس بتتفاجئ إنها طبقته. لما بترجع البيت وبتلاقي مفيش حد موجود، لسه بتروح على الجراج وتحاول إنها تجرب قوتها الجديدة علشان تتأكد من اللي حصل. في الأول مش بتقدر تحرك العربية ولا تتني المفك ولا أي حاجة، بس ساعتها كانت العربية اتحركت من مكانها وتخبط في الحيطة. مولي بتتوتر وبتجري على العربية وبتحاول ترجعها مكانها تاني، وفجأة عينيها تتوهج وقوتها الخارقة بتظهر وبتزوق العربية لدرجة إن إيديها بتعلم في العربية فعلا. كانت فرحانة جدا إن طلع عندها قوة خارقة، بس بنلاحظ إنها لما استخدمتها بدأت تحس بالخمول وإنها مرهقة وعاوزة تنام، وبتنام على الأرض شوية. وبالليل كانوا أهالي الأبطال الستة متجمعين في بيت أليكس، لأن الأهالي كلهم أصدقاء من زمان وعاملين جماعة اسمها برايد. هنعرف كمان شوية إيه حكايتهم. ساعتها كانت كارولينا اتمردت ومسمعتش كلام أمها، وراحت حفلة كانوا زمايلها في الجامعة عاملينها في نادي من بتوعهم. صادف إن تشايس هو كمان كان هناك مع أصحابه من فريق اللاكروس، وما بيصدق يشوفها لأنه ما كانش منسجم مع أي حد من الموجودين وحاسس إنه غريب. كارولينا واحد بيديها حباية من بتوع الهلوسة وبتبدأ تندمج مع الجو، وفي لحظة التمرد بتشيل الأسورة اللي كانت لابساها من وهي صغيرة، ومامتها منعاها من إنها تقلعها أبدا. فجأة إن أول ما كارولينا بتقلع الأسورة جسمها بيتوهج بنور ساطع زي نور النجوم والماس، وبنكتشف إن عندها قوة خارقة، بس في لحظة بتفقد وعيها وبتقع على الأرض. ساعتها بيشوفها واحد من زمايلها وبيشيلها بسرعة لأن محدش أخد باله من اللي حصل، وإنها واقعة على الأرض وكانوا هيدوسوا عليها. بس تشايز بيشوفه وبيفتكر إنها في خطر وبيجري وراها علشان يشوف مالها ومغمى عليها ليه. في الوقت اللي كانت مولي فات وبتجيلها رسالة من أمها إنها تأكل الحيوانات دلوقتي لأنهم هيتأخروا برا. فعلا مولي بتنزل البدروم اللي كان مليان بأقفاص حيوانات مختلفة، فراخ وأنافد وأرانب ومن كل الأنواع. بس اللي بيلفت نظرها إن في باب حديد مصفح بتسمع من وراه صوت غريب، فلما بتقرب من الباب وبتبص من الإزاز بتتصدم وبتتراب لما بتشوف ديناصور صغير. بتاخدها جري وبتطلع من البدروم، وبدل ما تفتح الباب بتقلعه من الحيطة، وبتروح تتصل بجيرت علشان تيجي بسرعة لأنها خايفة. تشايس كان أخد كارولينا بعد ما فوقها ولبسها أسورتها تاني ومشيوا من المكان. ولما بتقول له على الأنوار اللي شافتها وإنها بتتوهج، تشايس بيقول لها إنها زمانها واخدة حباية من بتوع الهلوسة وهي اللي عملت معاها كده. بس بتكتشف إن كارولينا كانت لسه الحباية معاها وما كانتش عندها الشجاعة إنها تاخدها، لأنها كانت عارفة إن ده غلط، فبترميها من الشباك وبتمشي مع نظرية تشايس إنها كان بيتهيأ لها. نيكي بقى كانت لوحدها على شط البحر بتعمل طقوس سحرية غريبة علشان تستحضر روح أختها إيمي اللي لسه لغاية دلوقتي مش مستوعبة فقدانها وعاوزة تتكلم معاها تاني. بس لما بتفشل ومفيش أي حاجة بتحصل بتروح على بيت أليكس. هناك كانت المجموعة كلها سبقتها وكلهم بيتجمعوا ببيت أليكس زي ما كان بيتمنى. ومن أول ما بيتجمعوا هما بيتكلموا عن إنهم كانوا بعيد عن بعض من يوم موت إيمي وبيحاولوا إنهم يرجعوا يتوافقوا تاني. ساعتها كان كل أهليهم متجمعين في مكتب والد أليكس، بس لما الشباب بيروحوا يشوفوهم مش بيلاقوهم، بس أغراضهم كانت موجودة. وبالصدفة أليكس بيحرك جزء من المكتب وبيتفاجئ إن باب سري اتفتح وبيظهر سرداب سري بيمتد تحت الأرض. بينزلوا وبيتفاجئوا إنه يعتبر تحت القصر قصر تاني، ويشوفوا أهليهم متجمعين كلهم ولابسين العبايات الحمراء في نص القاعة تابوت غريب، بس لا كانوا سامعين ولا عارفين أهليهم بيعملوا إيه، لأن كان في حاجز من الطاقة بيمنع إن أي حد يسمع حاجة. كان صدمة أكبر إن كارولينا بتشوف ديستني معاهم، وأمها كانت بتخدرها علشان يدخلوها التابوت ده، وديستني كانت بتقاومهم. بس فجأة التابوت بيتفتح وبيخرج منه نار ساطعة جدا وبيحطوا فيه ديستني وبيتقفل عليها. في اللحظة دي مولي كانت لقطت لهم صورة، والفلاش نبه أهليهم وخلاهم ياخدوا بالهم إن في حد موجود معاهم. بس الشباب كانوا جريوا بسرعة ومحدش من أهليهم كان لحق يشوف. لما ستة بيحاولوا إنهم يهربوا بسرعة كان الباب اللي دخلوا منه مقفول ومحدش عارف يفتحه. ومولي قوتها بتظهر لأنها كانت متوترة وعينها بتتوهج وبتزق الباب بقوة، بتفتح المرة دي وبيخرجوا كلهم بسرعة وبيروحوا على المكان اللي كانوا متجمعين فيه. كانوا خايفين جدا إن تعرف إنهم شافوا حاجة، فأليكس بيجري هو على دائرة الكهرباء وبيفصل الكهرباء عن القصر كله. ولما بيرجع تاني لأصحابه كان النور رجع تاني. الكل كانوا مقتنعين إن أهليهم قتلوا ديستني وإنهم كانوا بيعملوا نوع من الطقوس وضحوا بيها. وبنرجع فلاش باك لليوم من أوله علشان نعرف أهل أبطالنا الخارقين دول عملوا إيه وإيه حكاية الاجتماع ده. والد تشايس كان في المعمل ومعاه التابوت المتطور اللي شبه تكنولوجيا الفضائيين اللي شفناه المرة اللي فاتت، ولما بنشوفه بيشتغل عليه بنعرف انه نوع من آلات الزمن ومرتبط بحاجة تانية، لأنه كان بيحط فيه فار ويقفله ويشغله علشان ينقل الفار لمكان ده تاني، بس بيتفاجئ ان الفار لسه موجود مكانه. ساعتها بيتعصب لانه فشل في التجربة والتابوت محتاج تعديلات، وهو اصلا محتاجه بالليل علشان اجتماع البرايد. ساعتها زوجته بتيجي تهديه وبتحاول انها تساعده، بس فيكتور بيتعصب عليها وكان اصلا بيحس بصداع شديد بيتكرر عليه كل شوية. في الوقت اللي كان فرانك والد كارولينا اتفاجئ انه انطرد من شغله في القناة ومش هيقدم البرنامج بتاعه تاني. تينا والدة نيكو بقى اخدت عصاية سحرية بتشتغل بنقطة من دمها وبتتفاعل في لحظة، وبتاخدها وبتروح اوضة ايمي علشان تعمل عليها حاجز وتمنع اي حد يدخلها تاني.
وروبرت لما بيرفض انه يخرج من الوضع بتعمل الحاجز وبتحبسه جوه. ساعتها بيتكلم معاه وبيقول لها انهم محتاجين يقربوا من بنتهم علشان ما يخسروهاش زي اختها وشوية كلام كده، لغاية ما تينا بتقتنع وبتشيل الحاجز تاني وبتقرر انها تقفل الأوضة بالمفتاح اسهل. وجيفري والد اليكس بيجيله اتصال من موقع حفر المدرسة اللي بيجمعوا لها تبرعات علشان يبنوها، ان واحد من بتوع العصابات راح لهم تاني ووقف الشغل. فجيفري بيروح على هناك علشان ينهي الموضوع ده. وليزلي والدة كالورينا كانت اكتشفت ان ديستني بتهرب منهم، فبتروح لها المحطة وبتقنعها انها تستنى معاهم يومين وبعدها تسافر مكان ما تحبه. بس بتكتشف ان ديستني عندها طفلة اللي كان سمعنا صوتها بتبكي على التليفون لما اتصلت بأمها لما هربت من البيت. وفعلا ديستني بتوافق على اساس انها ترجع لبنتها تاني كمان كام يوم وتتحمل مسؤوليتها، بما انها كانت خايفة قبل كده وهربت من مسؤوليتها لانها كانت شايفة نفسها اصغر من انها تكون ام. المهم ان جيفري كان راح الموقع وبنعرف لما بنشوفه بيتكلم مع داريوس انهم كانوا اصحاب قدام، ومش بس كده دول كانوا في عصابة واحدة. بس ايه وجه المفارقة ده؟ ازاي كان رجل عصابات وبقى بيمتلك قصر بالحجم ده وعنده شركة بملايين ومتجوز اكبر محامية في البلد؟ في سر في الموضوع خلاه يطلع الطلعة دي في كام سنة بس. داريوس كان عاوز ايتاوا بس جيفري بيهدده بجدته انه لو تعرض لشغل تاني هيقضي على كل حاجة بيحبها هو وجدته في الحياة. وداريوس ما كانش قدامه غير انه يسمع الكلام ويمشي، بس بنكتشف انه كان عامل الحوار ده فخ لجيفري علشان يوصل لتليفونه وبيحكره. بعدها العائلات الستة بيتجمعوا وليزلي بتقولهم على ديستني انها تكون الاضحية الجديدة. والوحيد اللي كان متضايق كان جيفري لانه كان قلقان على ابنه بما انه في نفس السن وشايف ان اللي بيعملوه ده غلط ولازم ينتهي. وبعد ما بينزلوا سرداب وبيبدأوا الطقوس بتاعتهم بيخدروا ديستني وبيحطوها في التابوت المضيء، وهي كانت بتقاوم وترجاهم ما يقتلوهاش بس بيسيبوها والتابوت بيتقفل عليها. في اللحظة اللي فلاش تليفون مولي بينور وبينتبهوا ان في حاجة مش طبيعية فبيغيروا لبسهم وبيخرجوا بسرعة. ساعتها كانوا الشباب متجمعين وبيلعبوا سوا وبيمثلوا انهم ما اتحركوش من مكانهم، بس اهليهم كانوا قلقانين من اللي حصل وانه ممكن يكون حد من اولادهم شاف حاجة. وقتها مولي بتفتح الصورة اللي اخدتها وبتتصدم ان ما كانش في حاجة ظاهرة. دكتور بقى بيتفاجئ ان ديستني لسه عايشة وفي التابوت زي ما هي، ما انتقلتش لمكان تاني ولا حاجة زي ما المفروض يحصل، فبيقتلها هو. وكل واحد من الشباب بيرجع بيته مع عيلته واليوم بيعدي. في الوقت اللي كان فرانك زوج ليزلي بيحاول يدخل الاوضه السريه اللي ليزلي بتدخلها على طول وتقفل على نفسها، بس مش بيعرف يفتح الباب برمز المرور اللي يعرفه. وجوه الاوضه بنتفاجئ ان الشخص الغريب اللي شفناه في البدايه موجود جوه تابوت تاني زي اللي كان مع الجماعه من شويه. هنا بنفهم ان اللي حصل ده طقوس علشان روح البنت وطاقتها الروحيه تنتقل للشخص الغريب ده وترجعه تاني لهيئته البشريه ولصحته المعتاده، بس العمليه بتفشل بما ان ديستني كانت لسه عايشه. لكن لما بتروح البيت بتراقب امها وبتشوفها بترجع العصايه السحريه في طابلوه على الحيطه وبتعرف ان العصايه دي وراها سر. وجرت كانت بتغني لمولي علشان تطمنها وتنام وتنسى الخوف اللي عاشته النهارده، بس كان الديناصور سامع صوتها وبيطمن جدا وبيدخل في حاله سلام غير معتاده للديناصورات وبينام هو كمان. وجيفري بقى كان لقى الدبوس بتاع مولي عند الباب السري وبيعرف ان مولي هي اللي دخلت وراهم وشافتهم وقت الطقوس. بنرجع فلاش باك 10 سنين في جنازه اهل مولي. امها وابوها ماتوا في حادثه، هي كانت معاهم بس من حظها انها اتصابت ورجلها اتكسرت. بس في الجنازه كانوا الست عائلات موجودين باولادهم كلهم. ستايسي بتقرر انها تاخد مولي وتربيها مع بنتها جيرت، بس بعد الجنازه بتلاحظ ان الجو مكهرب بين جيفري وروبرت، لان جيفري كان بيتهم روبرت ان هو وتينا اللي ورا موت اهل مولي وفي مؤامره لسه مش عارفينها. في الوقت الحاضر كانت مولي قلبه قضيتها على الدبوس اللي ضاع منها لانه اخر حاجه امها ادتهولها، ومن شده توترها قوتها الخارقه بتظهر وبتكسر الاوضه. ساعتها جيرت بتدخل وبتهديها وبتتكلم معاها علشان ترجع لحالتها الطبيعية تاني. كل ده وهي فاكرة ان مولي متوترة بزيادة وما كانتش فاكرة انها فعلا بقى عندها قوة خارقة. بعدها الستة بتقابله، وكارولينا كانت متحمسة جدا لانها شافت صورة لديستني في لندن فبتفرح انها عايشة وما ماتتش زي ما كانوا فاكرين. بس اصحابها بيقولوا لها ان دي ممكن تكون فوتوشوب عادي جدا، يعني هي شافتها بعينيها او كلمتها او سمعت صوتها مثلا. وفيكتور كان في المختبر بتاعه وكان في حالة مش طبيعية، بيتهيأله ان ديستني لسه عايشة وبتترجى انه يسيبها تمشي. ساعتها جانب بتوصل ولما بتحس انه مش طبيعي بتقوله انه لازم يرجع لطبيعته بما ان المشكلة ما كانتش في التابوت، كانت فيه هو وهو اللي معرفش يشغله. ففيكتور بيتخانق معاها وبيستعد علشان الاجتماع التاني بالليل. وبعد ما بيمشي من المختبر جيرت وتشيز بيجوا المختبر علشان يفتشوا اغراض ابوه يمكن يلاقوا دليل يعرفهم ايه اللي اهليهم بيعملوه سوا في السر. ساعتها جيرت بتلاقي نظارات الاشعة السينية وبتلبسها تستكشف المكان بتدور على اي دليل فيه. ساعتها بتلاقي التابوت وكانوا خايفين يفتحوه ويلاقوا جثه ديستني فيه لسه. ولما بتستخدم النظاره بتلاقي ان التابوت فاضي، وبتتفق مع تشيس انهم يروحوا على بيتها علشان يشوفوا بالنظاره ايه الوحش اللي مولي كانت بتقول عليه ده.
وتاني يوم كانت والدة أليكس قررت إنها تروح تقابل مولي علشان تستجوبها وتشوفه هي شافت إيه، بما إنهم عرفوا إنها اللي كانت في المكتب. كانت مجهزة معاها جرعة من مادة كيميائية لسه بيختبروها بتسبب النسيان علشان تمحي أي ذكريات من عقل مولي مش في صالحهم. أنا عم جيفري كان ضدها إنها تعرض البنت للخطر ده، بس مش بيقدر يمنعها. نيكي بقى كانت مصدقة إن تينا تخرج مع روبرت وبتقعد في البيت لوحدها وبتجري على مكتب أمها وتحاول إنها تطلع العصاية السحرية اللي كانت في طابلو على الحيطة مقفول بقفل سحري، ونيكي بتدور شوية في مكتب أمها على المفتاح. أما مولي فبتتفاجئ بوالدة أليكس جايبة لها الدبوس بتاعها وبتسألها إيه اللي دخلها المكتب، فمولي بتكذب عليها وبتقول لها إنها كانت بتدور وقتها على الحمام وبتقوم تسيبها قبل ما تكتشف إنها بتكذب عليها. ما كانش قدامها غير إنها تستخبى في الحمام وتهرب من الشباك، ولما بتعرفش تهرب من الشباك بتقلعه من الحيطة خالص. بس المشكلة بقى انها اول ما بتخرج بيغمى عليها، لانها كل ما بتستخدم قوتها الخارقة بيجيلها خمور رهيب وبتنام في اي مكان هي فيه. ساعتها كاثرين كانت خرجت تدور عليها وبتلاقيها نايمة على الارض، فبتاخدها في عربيتها. ولما مولي بتفوق بتقول لها كذبة تانية وتخليها تصدق فعلا بعد ما كانت بتجهز مصل النسيان علشان تحقنها بيه. بنرجع لنيكو اللي كانت قدرت تاخد العصا السحرية بعد ما بتفتح القفل السحري بنقطة من دمها، وكمان بتلاقي مذكرات إيمي في درج المكتب، وكانت وقتها فعالة العصا السحرية. وأول ما بتشوف صور التلج بتلاقي الأوضة غرق التلج زي ما تكون عاصفة تلجية ضربت المكان. ما كانش قدامها غير إنها تتصل بأليكس يجي يساعدها، وعلى ما أمها بتوصل كانوا نظفوا الأوضة كلها من التلج ورجعت زي الأول. أما جيرتي وتشيس كانوا في البدروم بتاع بيتها، وتشيس لما بيفتح الباب المصفح بيتفاجئ بديناصور قدامه بيخرج مرة واحدة وكان هيهاجمهم، بس جيرتي لما بالصدفة بتقول للديناصور إنه يبعد عنهم، الديناصور بيسمع كلامها وبيخرج من المكان. المشكلة الكبيرة بقى إن الشرطة انتشلت جثة ديستني من البحر، وليزلي لما بتعرف بتقول إنهم كده محتاجين ضحية جديدة لأن العملية الأخيرة فشلت. نيكو بقى لما بتلاقي مذكرات أختها بتفتكر اليوم اللي لقيتها في أوضتها ميتة فيه، وكانت وقتها منهارة، بس مامتها كان رد فعلها سابق جدا وبتستخدم العصا السحرية على نيكو وتحبسها في أوضتها لغاية ما بتتعامل مع الموقف علشان الشرطة ما تتدخلش. وفي الوقت الحاضر كان فيكتور خطب بنت علشان تكون الضحية الجديدة ويكملوا الطقوس، بس على ما بيوصل عند جيفري وروبري كانت البنت اختفت من العربية وهربت، امتى وازاي ما كانش عارف. كارولينا كانت جربت تقلع الاسورة تاني وفي لحظة بتتوهج بضوء ساطع ومتغير، وتشيس لما بيشوفها ما كانش مستوعب ان عندها قوة خارقة. في الوقت اللي كانت نيكو صممت تروح قسم الشرطة علشان تبلغ ان اختها اتقتلت ما انتحرتش ولا حاجة، بس بتتصدم لما بتشوف المحقق اللي كان موجود يوم ما ايمي ماتت وامها دفعت له فلوس علشان يغطي على الموضوع، فبتمشي بسرعة قبل ما يشوفها في القسم ويعرف هي جاية ليه. ساعتها أليكس بيعرف ان اهليهم بيملكوا الشرطة وليهم علاقات اكبر مما كانوا متخيلين. اما تينا كانت اصلا بتراقب ستايسي وجوزها، كانت مكلفة واحد بمراقبتهم، تعرف انهم مخططين يهربوا ويسيبوا برايت، فبتبدأ تتصرف. وقتها كانت مولي في البيت عمالة تبعت ايميلات لكاثرين تطلب منها تقول لها معلومات عن ابوها وامها وازاي ماتوا، لما فجأة بتسمع صوت تحت وبتفتكر ان اهلها وصلوا وبتنزل تتكلم معاهم، بس اللي بتلاقيه كان الديناصور وبيهجم عليها مرة واحدة. ساعتها مولي بتظهر قواها الخارقة وبترمي الديناصور بعيد عنها بسرعة. هنا جيرت كانت وصلت وبتسيطر على الديناصور، والغريب انه بيسمع كل كلامها وبينفذه زي ما تكون مدربة. وقتها بتوصل ستايسي وجوزها وبيفرحوا لما بيلاقوا الديناصور في البيت اخيرا، لانهم ما كانوش عارفين يدوروا عليه فين. بس بعد شوية تينا بتيجي وبتهددهم علشان ما يهربوش زي ما كانوا مخططين، وهما بيتصدموا انها طلعت عارفة بخطتهم من الاول والمزرعة اللي اشتروها وكانوا ناويين يروحوا يعيشوا فيها بعيد عن كل الحوارات دي، وبتتفق معهم انهم يركزوا على شغلهم والامصال اللي بيعملوها علشان الشركة تكبر وتحقق مكاسب اكبر. بعدها بنشوف تشيس كان في المختبر بتاع ابوه بيشتغل على اختراع له داونتي اللي بيديله قوة خارقة، بس ابوه بيدخل وبيشوفه، وتشيس كان مرعوب منه وبيترجاه انه يسيب الاختراع بتاعه ما يدمروش، بس فيكتور مش بيهتم بكلامه وبيرمي اختراع تشيس ويكسره. بس المفاجأة انه بيقعد مع تشيس بكل هدوء ويتكلم معاه ويسمع منه فكرته ويبدأ ينفذها معاه بشكل احترافي. في الوقت اللي كان أليكس مع نيكو في المطعم بيراجعوا الملفات اللي اخترقوها، وبيكتشفوا ان في شباب تانيين اختفوا في ظروف غامضة كانوا تابع الجماعة اللي ليزلي مأسساها، وانه كل 15 سنة بالظبط بيكون في تضحية جديدة. لما بيعرفوا بالمعلومات دي كلها، نيكو كانت شاكة ان موت ايمي له علاقة بالموضوع ده، يا اما هي كمان كانت تضحية، يا اما عرفت حاجة واتقتلت بسببها. بس ساعتها انذار عربية أليكس بيتضرب، فبيخرج يشوف ايه اللي بيحصل، وعلى ما نيكو بتخرج وراه بتلاقيه اتخطف. بنرجع 18 سنة وبنعرف ان جيفري كان مسجون وقتها في قضية قتل تبع العصابة بتاعته، وكان داريوس معاه في السجن، وكاثرين كانت هي المحامية بتاعته في الوقت ده وكانت بتحاول تخرجه من القضية. وفي يوم كان جايله زيارة وفاكر ان كاثرين هي اللي جاية تعرفه بمسار القضية، بس بيلاقي واحد غريب اسمه جوناه. الاغرب انه بيعرض على جيفري 5 مليون دولار مقابل النادي بتاعه في الحي القديم بتاعهم عاوز يشتريه،
ساعتها جيفري بيستغرب ايه اللي يخلي واحد غني زي جوناه مثلا يرمي 5 مليون في المكان ده الا لو كان في كنز مدفون مثلا والارض تساوي اكتر من كده بكتير. ولما بيفهم ده بيلعب لعبة تانية وبيتفق مع جوناه انه يبقى شريكه وهو اللي يقوم بكل شغله في الحي بتاعه علشان يجنبه مشاكل اختلاف الاعراق، بس جوناه بيرفض لانه مش عاوز واحد جوه السجن، لازم يكون بره يباشر الشغل بنفسه. ساعتها كانت كاسرين موجودة وبتعرض على جوناه انه يوافق على اتفاق جيفري وفي خلال شهر واحد هيكون بره السجن ويبدأ شغل، بس ازاي هيطلع من قضية قتل في شهر واحد؟ الحل الوحيد اللي هينفعه ان داريوس يعترف على نفسه انه هو اللي ضرب نار على الضحية وقتله، وبكده جيفري يخرج منها براءة. وفعلا جيفري بيتكلم مع داريوس وبيقنعه انه يعترف على نفسه علشان هو يخرج والشغل اللي مستنيه بره هيغير لهم كل حياتهم. داريوس بيوافق مع انه هيلبس 10 سنين في مقابل ان جيفري يعتني بجدته المريضة واولاد اخته الصغيرين ويوفر لهم حياة احسن. في الوقت الحاضر بنكتشف ان داريوس هو اللي خطف اليكس، وطول الطريق كان بيفتكر غدر جيفري بيه وانه ضحك عليه وما عملش حاجة من اللي كانوا متفقين عليها. كل ما يطالبوا بفلوس كان بيرفض وبيرمي له ملاليم، مع انه لا وانه وافق يعترف على نفسه ويشيل القضية ما كانش زمان جيفري في الوضع ده دلوقتي. نيكو وقتها بتتصل بكل اصحابهم، وكانت نيكو معاها العصاية السحرية بتاعت امها فبتستخدمها وبتأمر العصا انها توريها الطريق اللي مشي منه اليكس. بعد شوية كان داريوس اخد اليكس عند بيت الجد علشان يعرفه حقيقة ابوه والخداع اللي عايش فيه، وبيحكي له كل حاجة من اول ما كانوا في السجن، وبيتصل بجيفري يهدده بابنه وبيطلب منه مليون دولار. طبعا جيفري بيروح على هناك على طول. ساعتها كان تشيس رد على التليفون اخيرا وعرف من جيرت اللي بيحصل وبتبعت له اللوكيشن علشان تساعدهم، وتشيس كان مستني الآلة تخلص الكوانتي الخارق اللي صممه وأبوه ساعده ويروح لأصحابه على طول. وقتها كان جيفري وصل الأول وبيضرب نار على داريوس في لحظة بيخليه يهرب ويستخبى. واحد من رجالته بيهدد جيفري بالمسدس، بس أليكس بيتسرب بسرعة وبيضربه بالمسدس اللي كان أخده من مكتب أبوه الصبح، بس داريوس بيظهر وبيخطف أليكس تاني تحت تهديد السلاح. أصحاب أليكس كان وصلوا وبيطردوا داريوس، ونيكو بتحاول إنها تستخدم العصا السحرية علشان توقف العربية وما يهربوش تاني، بس مش بتعرف. ساعتها مولي بتنزل هي وتروح تشيل العربية وترفعها من على الأرض لغاية ما أليكس بيخرج منها، وداريوس بيهاجمهم بالسلاح وبيضرب عليهم نار. وكارولينا بتتوهج بشدة وبتخليهم يستخبوا من شدة الضوء، وفجأة بيظهر تشيس هو كمان وفي إيده الجوانت الخارق اللي عمله، وبضربة واحدة منه بتخرج كمية طاقة غير عادية بترمي داريوس 10 متر بعيد. بس نيكو كانت عملت بالعصا السحرية درع من الطاقة وبتحميهم لما داريوس بيضرب عليهم نار تاني، ولما بيستوعب انهم كلهم خارقين ومش هيقدر يتصرف معاهم بيهرب بسرعة. بعدها جيفري بيتصل بكاسرين وبيقول لها تجمع برايد علشان هيقوموا بالتضحية دلوقتي، كان خطف الشاب اللي أليكس ضربه بالنار. وفعلا الكل بيتجمعوا وبيبدأوا الطقوس بتاعتهم، وأليكس كان شاكك ان ابوه خدعه ومش هينقذ الشاب اللي اتصاب ولا حاجة، فبيروحوا بسرعة على البيت وبيدخلوا استرداب السري، بس بيتفاجئوا ان مفيش حد هنا. كان وقتها الطقوس شغالة بس في مكان تاني. من حظهم بقى انهم بيلاقوا كاميرا مراقبة في مكتبة قصاد مدخل السرداب، ولما أليكس بيفحصها بيكتشف ان كل اللي الكاميرا سجلته كان بينتقل وقتي لسيرفر تاني بيتتبعه، وبيعرف انه في شركة تينا. وقتها كانت الطقوس اكتملت وجسم الشاب بيختفي وبيندمج مع جسم الشخص الغامض اللي كانت ليزلي بتحاول تنقذه. وبعد شوية بيخرج من التابوت جوناه اللي راح السجن لجيفري من 15 سنة. في الوقت ده كانوا الأبطال الستة اكتشفوا حقيقة أهليهم وإنهم مش اللي كانوا فاكرينهم أبدا. وفي الوقت اللي نيكو بتروح ترجع العصا السحرية تاني أمها بتشوفها، بس الغريب إنها مش بتزعق لها ولا بتهاجمها، وبتسيب معاها العصاية تكتشفها أكتر لأنها هي الوحيدة اللي بتعرف تستخدمها غير تينا. وفيكتور بقى كان في حالة صعبة وبيصارح تشيس إنه عنده ورم سرطاني خطير في دماغه وإنه بيموت بالبطيء وكلها مسألة وقت. وكان ساعتها بيوري تشيس اختراعه الجديد، آلة للزمن بتشوف المستقبل، وبيجربها معاه وبيسأل الآلة تعرض له مستقبل المدينة. الآلة مش بتشتغل ولا بتطارد حاجة في نفس اللحظة، وده بيخلي فيكتور يتعصب وبيحس بألم شديد وبيرميها على الأرض، بس مش بياخد باله إن الآلة فعلا عرضت مستقبل المدينة اللي كان كله دمار وحرب. نرجع تاني فلاش باك من 18 سنة لما جيفري خرج من السجن، جوناه بياخده على القصر بتاعه اللي بتنزل له عنه وبيوريه سرداب اللي تحت الأرض وبيتفق معاه هو وكاسرين على المطلوب منهم. جوناه هو اللي جمع الفريق كله، وليزلي كانت هي اللي بتقود الطقوس وبيضحوا بأول واحد. الكل ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل في الأول لغاية ما الشاب بيهتف وبيعرفوا انهم قتلوه. ساعتها كانوا عاوزين ينسحبوا، بس بيكتشفوا ان كل حاجة متسجلة بالكاميرا وما بقاش في مجال للرجوع، خصوصا ان يكون في خطر كبير على أولادهم. الوحيدة اللي كانت على دراية بكل حاجة على حقيقتها كانت ليزلي. في الوقت الحاضر بنكتشف ان جوناه يبقى جوزها وكارولينا بنته هو مش بنت فرانك زي ما هي فاكرة. وكان جوناه متحمس جدا وعاوز يقابلها، بس ليزلي كانت قلقانة من الموضوع وبتطلب منه ان يديها فرصة تهيئ الوضع علشان كارولينا ما تتصدمش. وتاني يوم كانت تينا بدأت تدريب نيكو على استخدام العصا السحرية، وبتعرفها انها بتشتغل بالدي ان ايه بتاعها بس،
ولأنهم بتشاركوا نفس الدم العصاية ما اشتغلتش غير معاها هي وبس بعد تينا. مينيكو بتجرب تستعملها وبتعرف إن أي حاجة بتفكر فيها بتنتقل من إشارات عصبية للعصاية وبتتنفذ. والأبطال الستة بيتفقوا إنهم يروحوا حفلة التبرعات اللي أهلهم عاملينها بالليل علشان يخترقوا السيرفر في شركة تينا بما إن الحفلة معمولة هناك علشان يكشفوا كل الحقيقة. في الوقت اللي نيكو وأليكس بيدخلوا غرفة المعالجات المركزية كان لازمهم كلمة مرور تينا علشان يفتحوا الباب. ونيكو بتتفاجئ إن أليكس عارف كلمة المرور دي. كانت جيرت بتحرس الطريق وبتتكلم مع الحارس وتشتته علشان ما يعرفش باللي بيحصل وخطتهم تبوظ. وكارولينا كانت على السطح هي وتشيس لما بالصدفة بيختل توازنها وهي قاعدة على السور وبتقع من فوق المبنى. وتشيس وهو بيحاول يتمسك بيها مش بيعرف بسهولة بتتقلع في ايديه وهو بيحاول يمسك ايدها. ساعتها كارولينا بتتوهج وبتطير في الجو ومش بيحصل لها حاجة. وفي الحفلة كان فيكتور فقد الوعي والكل بيعرف من تشيس ساعتها انه في مرحلة متأخرة من المرض. ولما ما كانش فيه علاج لحالته ليزلي بتتفق مع جوناه انه يستخدم قوته ويعالجه. وفعلا جوناه بيعالجه بانه بيحقنه بعينة من الدي ان ايه بتاعه اللي كان غريب جدا وشكله في الاخر كده هيطلع فضائي. المهم ان بعد ما بيحن فيكتور بيبدا يتحسن وبيرجع لوعيه. وجوناه اخيرا بيقابل كارولينا وبيسلم عليها. تاني يوم كان فيكتور في المختبر لما بيفوق على صوت حد بيتكلم. ولما بيدور حواليه مش بيلاقي حد بس الصوت كان من آلة التنبؤ المستقبل اللي اخترعها. وبيشوف فيها تشيس من المستقبل بيطلب منه انه مهما حصل ما ياخدش فيستو جونز معاه. طبعا احنا مش عارفين معنى الكلام ده ايه ولا فيكتور نفسه كان فاهم، بس اللي شافه في الآلة بيخليه يقوم يكمل شغله وبيحاول انه يطورها علشان يشوف ابعد وبصورة احسن. وكان في حالة من الحماس غير عادية، حتى تشيس بيستغربه لان اول مرة يعامله بطريقة كويسة ويشجعه ويحضنه كمان. وده لانه طول حياته كان فيكتور بيعامل تشيس بحدة وجفاء وبيهينه وعمره محسسه بحبه او دعمه في شيء حتى الرياضة اللي اجبره على انه يمارسها. المهم ان فيكتور بيخلي تشيس يروح يستعد للحفلة اللي هتكون في الجامعة وكل اولياء الامور هيحضروها. وبيعرف تشيس ان سر التغيير المفاجئ اللي حصل في شخصية ابوه هو العلاج اللي جوناه ادهوله. في الوقت اللي كانت ليزلي اتفاجئت ان جوناه ادى لفرانك جوانتي الشفاء وبيستخدمه على اول واحد من المرضى اللي كان خلاص بيموت. واول ما فرانك بيقرب منه بيحط ايده على صدره بيخرج من ايده نور قوي والراجل بيفوق تاني وصحته بقت احسن من الاول. وبعد ما كان بيموت بيرجع للحياة. طبعا ليزلي مش بيعجبها الوضع ده لانه دلوقتي هينافسها على سلطة الجماعة والطايفة بما ان الكل بيبتس له لامرها. انما لما الناس تكتشف ان فرانك عنده قوة خارقة وبيعالج الامراض المستحيلة كل اللي بنيته في السنين اللي فاتت هي وابوها يختفي. في الوقت اللي كان ديل بيفحص عينة الدي ان ايه اللي جوناه حقن بيه فيكتور وبيكتشف ان له قدرات علاجية رهيبة وممكن يكون طفرة في عالم الطب. بس بالصدفة نقطة من العين بتلمس ايده وبتندمج في جسمه. ديل كان فاكر الحكاية عادية ومش هيحصل حاجة. بعدها بشوية بتظهر عليه تغيرات جذرية في شخصيته وتفكيره وكان هايبر جدا. وستايسي كانت قلقان عليه لانها شكت ان اللي بيحصل ده من تأثير العينة اللي تعرض لها بالغلط. اما فرانك فكان في مخزن فيه اغراض قديمة من ضمنها مكتب والد ليزلي. ولما بيفتح الدرج بيلاقي اغراضه فيه لسه زي ما هي ومن ضمنها صورة لليزلي وهي طفلة صغيرة واقفة جنب جوناه اللي كان بنفس هيئته الحالية. فبيتصدم وبيحاول يستوعب اللي بيحصل. وفي الحفلة جيفري بيقابل ديل وبيقول له على ان مولي شافتهم وعارفة كل حاجة وبيطلب منهم انهم يحقنوها بمصل النسيان لانها لازم تنسى والا هتكون خطر عليهم وهيضطروا يقتلوها. فرانك بيتكلم مع ليزلي وبيسالها عن الصوره اللي لقاها. ما كانش قدامها غير انها تقول له الحقيقه وان جوناه مش بشري اصلا وانه مش من الارض. وبعد ما الحفله بتخلص مولي بترجع البيت تلاقي ستايسي وديل بيلموا هدومها وبيقولوا لها انها هتروح تعيش مع واحده قريبتها في مدينه تانية. ساعتها مولي بتنهار لان حياتها هتتغير وعلاقتها مع جيرت اختها اللي اتعودت عليها. ديل كان بيعمل ده علشان يحميها وعاوز يبعدها عن الورطة اللي وقعوا فيها. في الوقت اللي كان تشيس في المختبر بيشتغل على الجوانت الخارق لما ابوه بيدخل فجأة وبيهجم عليه وبيضربه وبيتخانق معاه. وتشيس ما كانش فاهم ايه الغلط اللي عمله ولسه من ساعتين كان ابوه واحد تاني خالص. في لحظة فيكتور بيلبس الجوانت وبيضرب بيه تشيس وكان هيقتله لولا ان جانت بتضربه بالنار وبتصيبه برصاصة في كتفه. ساعتها جانت بتتصل بتينا وروبرت علشان يساعدوها وينقذوه. نيكو بقى بتكتشف ان اليكس كان عارف ان ايمي اتقتلت وما انتحرتش والدليل على كلامه رسالة صوتية كانت ايمي بعتها له قبل ما تموت. وبنعرف بقى ان ايمي كانت قدرت تخترق خوادم شركة امها وتعرف حاجات مش مفروض انها تعرفها وده اللي وقعها في الخطر الكبير ده. بس برضو نيكو كانت حاسة ان في حاجة غلط في الموضوع وبترجع البيت علشان تدور في اوضة ايمي على تليفونها والشنطة اللي كانت بتحضرها وقت ما كانت بتحاول تهرب. اما مولي فكان ديل وستايس اخدوها من جدتها وسابوها هناك وهي فاكرة انهم بيكرهوها بس هما بيعملوا كل ده علشان يحموها فعلا. وفي مختبر فيكتور كان الكل اتجمعوا علشان يتصرفوا في المشكلة اللي حصلت ويلاقوا حل ينقذوا بيه فيكتور. فلما ستايس وديل بيوصلوا كان فيكتور فقد كمية كبيرة من دمه. ومولي بعد شوية بتلاقي جدتها بتديها رسالة
كانوا أهلها سايبينها لها ومحدش فتحها من يومها، ولما مولي بتفتح الرسالة بتلاقي مفتاح وكلمة واحدة مكتوبة الفيل. جرت بقى كانت مع الديناصور بتاعها بتحاول تتمالك نفسها إنها تكون في البيت من غير مولي، وبتاخده يقعد معاها في الأوضة، بس بيجي لها مكالمة من كارولينا وبيعرفوا بالمشكلة اللي حصلت مع تشيس، وبيتقابلوا بيروحوا على بيت تشيس ومعاهم الديناصور في العربية. في الوقت اللي جوناه كمان كان راح هناك ومعاه التابوت السحري، بيقول للكل إنه الطريقة الوحيدة لإنقاذ فيكتور بس كده هما محتاجين ضحية علشان يضحوا بيها في سبيل إن فيكتور يرجع تاني للحياة. ولما بنرجع لمولي كانت لقت الفيل واللعبة بتاعتها، وبتفتكر إن المرة الوحيدة اللي فقدته فيها كانوا في محطة القطر، ولما بترجع تاني تدور عليه مع أهلها بتلاقيه في نفس المكان. ساعتها مولي بتروح على أقرب محطة علشان تتأكد، ونيكو ساعتها كانت قدرت تلاقي شنطة أختها وتليفونها وبسرعة بتحطه على الشاحن علشان تفتحه وتعرف السر اللي كانت إيمي مخبياه. والجماعة كان داير بينهم خناقة على مين هيدخل التابوت ويضحي بنفسه علشان فيكتور يرجع، ولما روبرت هو اللي بيضحي بنفسه تينا بتدخل وبتدمر التابوت بعصايتها السحرية. في الوقت اللي كان أليكس أخيرا فك الشفرة وبيشوف فيديو لكل أهليهم وما بيعملوا الطقوس، ودي كانت أبشع حاجة شافها إن أهله طلعوا قتلة. ومولي فعلا بتلاقي إن المفتاح اللي معاها لخزنة من اللي في المحطة لما بتفتحها بتلاقي شريط فيديو. في الوقت اللي كان أليكس ونيكو عاوزين ينشروا الفيديو، تشيس بيتخانق معاهم وبيكسر اللاب علشان الفيديو ما ينتشرش علشان خاطر أبوه والمحنة اللي عيلته بتمر بيها، وما عندوش استعداد إنه يضحي بيهم مهما عملوا. تليفون إيمي بقى كانت فتح أخيرا، وأول حاجة بتظهر عليه رسالة مبعوثة من رقم مجهول، حد بيقولها فيها إنها لازم تهرب من البيت بسرعة لأنه عرف هو مين بقى المقصود، ده اللي هنعرفه كمان شوية وهتكون مفاجأة. من 10 سنين بقى بنكتشف إن أهل مولي كانوا في الليلة اللي ماتوا فيها اكتشفوا إن جوناه بيخطط لحاجة أكبر منهم، لأن الحجر اللي فحصوه اللي أخدوه من موقع الحفر كان حجر فضائي فيه طاقة متجددة. وأول ما بيعرفوا يتأكدوا من نتائج فحصهم بيتواصلوا مع ستايسي وديل وبيطلبوا منهم يجوا بسرعة علشان ما ينفعش يتكلموا في التليفون، بس هما لسه على الخط بيكلموهم. بيتقفل عليهم الباب من بره بعد ما اترمى القنبلة في الأوضة. ساعتها مولي كانت معاهم ومش واخدين بالهم، كانت بتلعب بالحجر الفضائي اللي كان بيخرج منه نور متوهج وبتحرك مش ثابت، وفي لحظة القنبلة بتنفجر ومش بيلحقوا ينقذوا بنتهم وبيموتوا. بس مولي مش بيحصل لها حاجة لأنها كانت ماسكة الحجر الفضائي اللي حماها ساعتها بقوته الغريبة، وبتكتسب يومها قوتها الخارقة وعينيها بتتوهج. وبنكتشف إن اللي رمى القنبلة وقتلهم هي ليزلي، وكانت ساعتها بتتصل بتينا وبتعرفها إنها نفذت المهمة وقتلتهم. بنعرف إن تينا بالتكنولوجيا المتطورة اللي بتملكها وشركتها الكبيرة كانت بتتجسس على الكل وعارفة كل خطواتهم. ده خلاها تعرف إن أهل مولي اكتشفوا حاجة ما كانش لازم يعرفوها وبيخططوا إنهم يهربوا، فبتقرر إنها تتعامل مع الموقف وتقضي عليهم. في الوقت الحاضر كانت كارولينا صرحت أبوها فرانك بكل اللي تعرفه والمعلومات اللي هي وأصحابها اكتشفوها. هو بيقنعها إنه هيساعدهم هو، بس الظاهر إنه هيستغل الموضوع لصالحه. ساعتها كانت تينا وروبرت رايحين على موقع الحفر وهم متحمسين، لأن أول ما الحفر بينتهي وجناه بيستخرج اللي هو عاوزه هيستعيدوا حياتهم من جديد والبرايد هتنتهي، أو ده اللي روبرت كان فاكره. وتينا بترجع فلاش باك، كانت تينا حياتها كويسة جدا لغاية ما بترجع البيت في يوم وبتلاقي جوناه هو اللي قاعد مع بنتها إيمي والمربية روحت. هنا بقى بيبدأ تهديده ليها إنها لو فكرت أو حاولت في يوم من الأيام إنها تخرج من الطائفة اللي هو أسسها هتدفع الثمن حياة بنتها. وتهديده جاب نتيجة، لأن من وقتها وتينا ما كانتش بتحاول إنها تلعب من وراه أبدا. وحاليا في موقع الحفر كان جوناه موجود هو وكل أتباعه مستعد لآخر مرحلة، وكان في حفار كبير جدا ممكن حجمه قد مبنى كبير وبيبدأ سلسلة الحفر. وفي الجامعة الكل بيتفاجئوا بإن مولي جت فجأة وبتوريهم شريط الفيديو اللي سابه لها أهلها. الفيديو لما بيشغلوه بيشوفوا أهلها بيحذروها وبيعتذروا لها إنهم فشلوا في مهمتهم، وكمان بيقولوا لها الحقيقة إن جوناه عاوز يستخرج حاجة من باطن الأرض، وإنهم اكتشفوا إن لو بدأ الحفر ووصل للشيء ده هتحصل سلسلة من الانفجارات النيتروجينية في باطن الأرض هيتبعها سلسلة من الزلازل والكوارث الطبيعية هتقضي على العالم اللي يعرفه. وهنا بنفتكر صورة مستقبل المدينة اللي آلة الزمن بتاعت فيكتور عرضتها وتنبأت بيه. المهم ان دلوقتي الابطال الستة بيتفقوا انهم يواجهوا الموقف ده ويحاولوا يمنعوا دمار العالم، لانهم لو ما عملوش ده العالم هيتدمر. وكان في حفلة بالليل الكل بيقرروا انهم يحضروها او يتجمعوا هناك علشان يكون في حاجة يهربوا بيها من اهليهم وما يشكوش فيهم، بس تخميننا كان صح وفرانك قال كل شيء لجناه. وعلى ما بيجمعهم كان اولادهم الستة راحوا على موقع الحفر علشان يدمروه، ومع نيكو العصا السحرية وتشيس مع القفازات الخارقة. وجناه كان عارف باللي بيحصل بيخلي الحراس يسهلوا دخولهم للموقع، بس بيتفاجئوا بالحفرة العميقة جدا اللي مش هيقدروا انهم يقفلوها بسهولة. تشيس بيروح يعطل اجهزة التحكم في الحفار بالقفازات الخارقة، ومولي بتدفع شاحنة كبيرة جدا بكل قوتها لغاية ما بتوقعها في الحفرة علشان تقفلها. وفي الوقت اللي نيكو بتستخدم العصا السحرية علشان تقفل الحفرة اهاليهم كانوا وصلوا، وتينا بتسترد منها العصا في لحظة واحدة.
ساعتها كارولينا بتظهر قوتها الخارقة لما بتقلع الاسورة بتتوهج، والكل كان متفاجئ حتى امها. هنا كل الابطال الستة بيتحدوا ضد اهليهم، وجوناه لما بيوصل كل بيترجوه ان ما يأذيش اولادهم، بس هو بيفجر كرة من نور عليهم وبيرميهم بعيد على الارض. وديل كان ضرب الديناصور بسهم مخدر لما لقى ظهر هو كمان وجاي يهاجمهم علشان يحمي جيرتي واصحابها. ساعتها جيرتي بتجري على الديناصور وبتشيل السهم منه، وكلهم بياخدوا دقيقة على ما يستوعبوا وبيرجعوا تاني يقفوا لجوناه. وهما بيلاقوا بيتوهج زي كارولينا بيخافوا وما كانوش عارفين مين ده اصلا. ساعتها كارولينا بتخليهم هم يهربوا وهي اللي بتواجهه لوحدها، وبتتوهج هي كمان وبتحاول تمنعه من انه يأذيهم. ساعتها طاقتهم هما الاتنين بتتنافر وبتعمل كورة كبيرة من الطاقة الغريبة، وبتبدأ الأرض تهتز والرياح بتقوم والكهرباء بتقطع في المنطقة كلها. وبنتفاجئ إن داريوس كان ساعتها موجود بيراقب الموقع علشان يعرف السر اللي هناك، والكل بيستخبوا للصبح وبيروحوا يستخبوا في مكان فوق الجبل، بس كارولينا ما كانش ليها أثر ومحدش عارف اختفت فين. وبنكتشف إن كارولينا في الأوضة اللي كان جوناه فيها طول السنين دي، وعلى نفس الجهاز، لأنها لما استخدمت كل الطاقة دي دخلت في غيبوبة وحالة غريبة وكانت بتقرب للموت، والجهاز ده هو اللي مخليها على قيد الحياة. وجرت بتقنع الديناصور إنها تستخبى في الغابة ومتخرجش تصطاد غير بالليل بس. وتاني يوم كان جوناه إدى منطقته لكارولينا وفات، ولما بتسأل عن أصحابها بيبدأ إنه يقول لها الحقيقة اللي كانت بتدور عليها. وفي الموقع كان ديل وستايسي اكتشفوا إن في كائن حي غريب، وهنا بتكتشف إن جوناه كان بيخدعها طول الوقت ومخبي عليها سر كبير وليه كل اللي بيعملوه عشانه ده. في الوقت اللي كانت مولي وتشيز دخلوا المبنى بتاع جوناه، وبقوة مولي قدرت انها تكسر الباب وتحرر كارولينا، وبيهربوا هما التلاتة، واليكس كان مستنيهم برا وبيهربوا بعربية بسرعة. وستايسي وديل لما بيدرسوا ويتابعوا الكائن اللي في قاع الحفرة بيستغربوا هو ازاي عايش كل ده من غير اكل ولا مية، ولما بيفكروا شوية بيعرفوا ان الدي ان ايه اللي جوناه استخدمه على فيكتور ممكن يكون هو السلاح اللي هيعرفوا يقتلوه بيه. وبنكتشف بعدها ان جوناه هو اللي قتل ايمي، وان ليزلي كانت عارفة ومخبية طول الوقت ده لانه كان بيخدعها هي كمان. وما ماتت كانت ليزلي هي اللي بعتت لها الرسالة اللي بتقول لها تهرب فيها، بس جوناه بيروح لها البيت وبيقتلها لانها اكتشفت سره. جوناه في الوقت ده كان بدأ يفقد قوته وجسمه بيرجع ببطء زي ما شفناه اول مرة وهو على الجهاز في غيبوبة، وكان بيخطط مع فرانك علشان يرجع فيكتور للحياة لان وقتها كل الموازين هتتقلب. في الوقت اللي كانوا الستة في المحطة علشان يهربوا بيتفاجئوا بخبر في التلفزيون بيقولوا انهم المتورطين في قتل ديستني وان الشرطة بتدور عليهم، وبنعرف ان اللي عمل كل ده كان جيفري. ظنا منه انهم لما الشرطة هتقبض عليهم هيكونوا في امان وهم يحاربوا جوناه برواقة من غير ما يكونوا اولادهم تحت التهديد. ولحد هنا بتخلص حلقتنا النهاردة. تفتكروا بقى الابطال الستة بعد ما اكتشفوا ان حياتهم كانت خدعة كبيرة يعرفوا يحاربوا الشر والدمار اللي جوناه ينشره في الارض؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.